السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه المهندس سأسأ. احنا النهارده هنشتغل منظور البؤرتين اللي احنا بنستخدم فيه نقطتين. هناخد فكره عنه كده. زي ما احنا شايفين طبعا الحاجات اللي احنا بنستخدمها او الادوات اللي بنستخدمها: مثلث 45، مسطره، ومثلث قائم اللي هو 30-60، طبعا قلم واستيكه. اول حاجه هنعملها هناخد حاجه اسمها خط الارض. هنظبط المسطره كده افقي، ولازم حرف المسطره مع حرف الورقه. بعد كده هناخد ده اسمه خط الارض. بعد كده هناخد خط النظر، هو بيبقى على ارتفاع 1.5 متر في الطبيعه، فاحنا شغالين دلوقتي توسكيل 1:50، يعني 1.5 متر، يعني هياخد 3 سنتي. كده خط الارض اهو، وخط البصر او خط النظر. الخط ده هو اللي بيبقى في مستوى النظر بتاعنا. بعد كده هاخد نقطة في النص كده، وهاخد عمودي، خط عمودي على خط البصر وخط الارض بالطريقة دي كده. الخط ده هيبقى اساسي معانا، ده ارتفاع الفراغ اللي احنا بنرسمه او بنعمله منظور. ارتفاعه بيبقى 3 متر. لو شغالين 1:50 هيبقى ارتفاعه 6 سنتي. بعد كده بناخد B1 وB2. B1 وB2 دي حسب الرؤية، يعني لو بعدنا B1 شوية يبقى انا لفيت يمين شوية، لو بقعدت B2 يبقى انا لفيت B2، لو خليت الاتنين في النص يبقى انا باصص واقف في النص بالظبط وشايف الزاوية دي اللي قدامي. بعد كده ههرب منهم اهو زي ما احنا شايفين، من B2 لB1 باخد شعاع كده وشعاع كده. بعد كده بتقل على الخطوط الأساسية عندي اللي هي حدود الفراغ اللي ظاهر عندي زي ما احنا شايفين كده، هو ده، دي خطوط أساسية أو حدود الفراغ اللي ظاهرة عندي. بعد كده هناخد الكتف اللي ورا الباب، هو عادة بيبقى 15 سنتي، هنحوله برضو للتسكيل بتاعنا، وناخد الارتفاع الباب ده كده بالمنظر ده، وعرض الباب اللي هو بيبقى لو باب غرفة هيبقى 80 سنتي، بيتحول برضو تسكيل. وهنتقل على حدود المستطيل اللي طلع ده عشان ده حدود الباب. هنعمل الإظهار بتاع الباب بالطريقة دي كده، اللي هي التفصيلة بتاعت الباب من جوه. كل دي حاجات اوتلاين كده من بره، بس طبعا في تفاصيل كتيرة اوي المفروض بنعملها، بس عشان وقت الحلقة فاحنا بناخد فكرة بس ازاي نعمل منظور بؤرتين. طبعا المفروض بعمل الحلية اللي في الباب دي عشان ابين انه ده باب. زي ما احنا شايفين كده الرؤية ظبطت شوية ووضحت ان ده منظور لفراغ وظاهر معايا الباب. فكرة الشباك بقى ان احنا بناخد ارتفاع الجلسة اللي هو 1 متر في الطبيعة وبحدده، وبعدين باخد ارتفاع الشباك اللي هو 120. طبعا انا بقول الارقام اللي على الطبيعة، حضراتكم المفروض بتحولوا الكلام ده تو سكيل اللي هو 1:50 او ايا كان اللي هتشتغل بيه. وبعمل حدود الشباك ده كده، وبعدين بهرب ارتفاع اخر الشباك اهو، والجلسة بتاعتنا بتاعت الشباك هيطلع لي مستطيل، ده الحيز اللي بنعمل فيه الشباك. هنتقل على الاوتلاين اللي بره ده، زي ما حضراتكم شايفين كده ظهر مستطيل، هو ده الحيز بتاع اللي هيظهر فيه الشباك بتفاصيله بقى، هنضطر نعمل التفاصيل بتاعته عشان يبان كده كده. هناخد زاوية قايمة
الموضوع فيه تخيل شوية يا جماعة، يعني قوانين وإن احنا نتخيل الشكل هيبقى ايه، وإني أحفظ أهرب منين لفين. يعني B1 دايما الشغل اللي ظاهر ناحية B2 باخده من B1، والشغل اللي ظاهر من ناحية B2 اللي ظاهر من ناحية B1 باخده من B2 والعكس. يعني اللي ظاهر الناحية دي من عند B2 كده باخده من ناحية B1، واللي ظاهر من عند B1 باخده من B2. هنمسح بقى الخطوط الزيادة دي كده عشان نقدر نتخيل. طبعا المفروض نمسح في الآخر يعني، بس أنا بمسح دلوقتي عشان الرؤية تبان لحضراتكم أو نقدر نتخيلها مع بعض. كده كده الرؤية بانت شوية. ايه هو المنظور؟ ظهر كده اهو حدود الأوضة أو حدود الفراغ والباب والشباك. هنعمل الوزرة بقى، طبعا في تفاصيل كتير قوي المفروض نعملها. دي الوزرة بتاع الأرضية، وهنعمل برضو الأرضية مع بعض عشان الرؤية تبان كلها. ممكن بقى نضيف فرنيشر أساس بقى، لو دي أوضة نوم المفروض السرير هيظهر، المفروض الكومود هيظهر، مكتبة هتظهر، كل ده. بس احنا عشان الوقت احنا بس هنبين بس الفكرة ايه، وبعد كده في حلقات تانية هنشرح بقى بالتفصيل لو الفراغ ده فيه فرنيتشر او فيه اساس او اوضة نوم او اي عفش، يعني هيبان معايا شكله ازاي. كده احنا بناخد الخطوط دي كده، طبعا احنا خدنا 2 سنتي، خدنا سنتي اللي هو 50 سنتي في الطبيعة اللي هو مقاس السيراميك بتاعنا. بقسم السيراميك كده او الارضية كده بالمنظر ده، وبطلع من B1 هاجي ناحية B2 كده، وبرضه هعلم مقاسات زي ما احنا شايفين كل 2 سنتي. كده وهرب من B2 بالطريقة دي. كده 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 طبعا كده الفراغ ظهر معانا. هنعمل بس شكل الكورنيشة اللي في السقف فوق، يبقى كده خلاص ظهر معانا شكله ايه او فكرته ايه. كده هو ده الشكل النهائي بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. طبعا ده فراغ المفروض انه فاضي. يا رب يكون في استفادة في الحلقة دي، اشوفكم على خير وسعدت بيكم. السلام عليكم.